احتفالات تمتد من كردستان إلى بغداد، وتعطيل للدوام الرسمي في العراق هذا اليوم للاحتفال بعيد النوروز. هذا الحدث السنوي الأبرز والوحيد الذي يجمع الكرد والعرب ومختلف الطوائف والأديان والشعوب في 21 مارس من كل عام تزامنا مع عيد الأم. نوروز أو كما يطلق عليه النوروز الاسم المركب لنوي روج، ويعني يوم جديد. الكثير من المقاطع المصورة والفيديوهات التي تناقلها الناشطون في منصات السوشيال ميديا أظهرت احتفالات واسعة بإقليم كردستان العراق من دبكات كردية ورقصات فلكلورية وأنشطة فنية أخرى ونزهات فوق قمم الجبال والأماكن الخضراء، ويشارك إلى جانب الشعب الكردي الوافدين من مدن عراقية أخرى من مدن الجنوب والوسط وعدد من السياح. إيقاد شعلة عيد نوروز أهم ما يميز هذا اليوم التاريخي في إشارة من المحتفلين إلى حتمية انتصار الحب والسلام والنور على الظلام والدلالات الأخرى الرمزية التي ترتبط بالأسطورة التاريخية التي تتحدث عن ثورة قادها شخص كردي يدعى كاو الحداد ضد ملك جائر متسلط اسمه زحاك. أنهت حكمه فأطلق الثائرون حينها اسم يوم الانتصار نوروز، وحتى هذا اليوم هذا الاسم بقي على ما هو عليه. الاحتفال لم يكن ميدانيا في الإقليم فقط، بل حتى في منصات التواصل الاجتماعي أيضا ضجت في هذه المناسبة وحملت كومنتات الناشطين وأيضا هاشتاج نوروز، ووقفنا لكم على بعض من تلك التعليقات والمشاركات في هذا اليوم وتزامنا مع يادي عيد النوروز. سنكون مع التعليق الأول مع ست هناء عندما قالت في تعليقها: كل سنة وإخواننا الكرد بألف خير، والله يحفظ العراق وأهله من شمال لجنوب، هاشتاج نوروز. أيضا تعليق من محمد إبراهيم الناصر يقول: والتضامن والتآخي والسلام والحب والتجديد في عراقنا الواحد بكل طوائفه، وسيبقى عيد نوروز عيدا قوميا متجذرا في ثقافة شعبنا الكردي العظيم المبارك، ولنا ولكم أعياد نوروز كل عام وأنتم بألف خير. تعليق من ماري أن تقول: نحن لا نحتاج إلى أقوال الحكام، بل نحتاج إلى أفعالهم وإنقاذ شعوبهم التي تعاني من الظلم والفقر والحرمان والقوانين والقرارات الجائرة. يقول عمر في تعليقه: أحلى ناس عاشرتهم عن تجربة ما يقارب
تسع سنوات ما شفنا منهم بس الطيب، ناس طيبين بمعنى الكلمة، والله يديم الأمن والسلام في جميع ربوع العراق. هاشتاج نوروز. تعليق آخر من أبو رضوى يقول في تعليقه، أبو روضة يقول في تعليقه الحسيني: حادثة كاوى الحداد نعتز بها لأن تحمل قيم النخوة والرجولة، لكن الاحتفالات بالنار والمراسيم المبتدعة والمصطنعة هذه الأيام ليست من تقاليدنا وموروثنا.